أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي. البيت اللي قلته قبل شوية يا شيخ منصور ذكرني بآية في كتاب الله عز وجل. والله هالآية هذه حل من جد حل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. صار لما يعقوب بث حزنه وشكواه لله رد لها الله عز وجل ابنه الذي فقده من سنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عليه السلام بث حزنه وشكواه لله فأخرجها الله عز وجل من بطن الحوت وأنقذها الله من موت محقق. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن.